فعلا انا كأم وكأب موجودة في البيت مطالبة طول الوقت بتسلية الطفل وتعليمه بشكل ايجابي من سن سنة لسن 5 سنوات. هو احنا مش لازم طبعا طول الوقت نبقى مطالبين ان انا بقى قاعده جنب الولاد بلعب معاهم 24 ساعه في وسط الضغوطات، بس ولادنا محتاجين مننا شويه ان احنا في وسط زي ما انتي قلتي التكنولوجيا والموبايل والتابلت، ان احنا نجذبهم بالعاب شويه. بس في هنا نقطه مهمه قوي، ان الولاد اصلا سبحان الله من اول ما بيتولدوا من عمر يوم لحد سنتين في حاجه مهمه جدا، جزء في المخ، حتى علماء المخ والاعصاب بيسموا البيبي اول ما بيتولد جنين خارجي. ليه؟ لان هو زي البيبي بس هو لسه في حاجه ما اكتملتش، وهي الجزء الامامي من المخ. الجزء ده عشان يتطور محتاج ان انا طول الوقت ابقى في تفاعل مع طفل، وبوفر له حاجات يلمسها بايده يشوفها بعينه، يكون فيها تفاعل على عكس الموبايل والتلفزيون، الطفل بيبقى قاعد عامل كده بس لكن هو ما بيتفاعلش. انا عايزه اقف عند كلمه يلمسها بايده دي، التربيه الايجابيه اللي بتخلي كل الاطفال قاعده عماله تلعب في الدقيق ومش عارفه يعملوا ايه بحاجات، وتلاقي البيت بعد شويه صغيره علشان التربيه الايجابيه البيت. يعني الموضوع ده برضو خلينا نقول ده لازم يحصل عشان يبقى فيه تربيه ايجابيه ويبقى فيه مهارات بيكتسبها الاطفال باللمس، ولا ينفع نعمل حاجه تبقى بتهون على الام وتعرف هي كمان تتعايش مع هو خلينا طبعا نفرق ما بين التربية الإيجابية كمنهج تربوي ومنهج المونتسوري كمنهج لتنمية المهارات. ففي التربية الإيجابية بنقول للطفل ادوا للطفل مساحة، ومش بس التربية الإيجابية، أنا كمان أخصائية تعديل سلوك من جامعة عين شمس اللي هو المنهج اللي بندرسه من 100 سنة في نفس المبدأ، فهو الموضوع ده موجود في المدارس التربوية من زمان، بس الفكرة في إن أنا بوفر النشاط إزاي وفين وإمتى. ده مهم جدا، لأن الطفل أنا بوفر له النشاط هو حقه، بس أنا لازم أعلمه حدودك. مش ان انا همسك الدقيق والالوان ويلا بينا في البيت في كل مكان وماما الدنيا تتبهدل، لا هو كمان من حقه يلعب ومن حقه علينا ان احنا نعلمه ان في ليميتس، في حدود. فيبتدي الطفل يكبر يروح الحضانه عارف ان في حدود في الفصل، حدود في التعامل مع اصحابه، وده بيبتدي من سن صغير قوي. وده سؤال مهم، امهات كتير تيجي تقول لي امتى ابتدي اربي ابني، امتى ابتدي اوجهه اقول له كده صح كده ما ينفعش. احنا عندنا قاعده ان الطفل اول 7 سنوات الطبيعي انه يغلط، بس مش الطبيعي ان انا اسكت. فهو يغلط بالظبط وانا لازم اوجه. فانا عندي التوقع ان انا مهما اعمل هو يفضل يغلط اول 7، وده حتى في الدين الاسلامي ان احنا اول 7 دي مرحله التوجيه، وبعدين من بعد 7 مرحله التاديب، لان انا خلاص زرعت فيه القواعد. وبرضو عندنا ده في نفس المدرسه السلوكيه القديمه من 100 سنه، وبرضو نفس المبدا اللي اتكلمنا عليه في علماء المخ والاعصاب، ان الطفل اول 7 سنوات بتكون المخ بتاعه لسه ما اكتملش مراحل تطور، فانا لازم اوفر له بس احط حدود. وهنا بقى نقطه احط حدود ازاي. فحضرتك المثال اللي انت ذكرتيه، وفرت نشاط والطفل اساء استخدامه، مسك الضيق وقعه كله على الارض، هعمل ايه؟ مو منتهى الهدوء، انا لازم اوفر باسكت كبير او سله كبيره يلعب فيها، مش هديله مساحه صغيره لان هم اصلا بتبقى حركه ايديهم مش متزنه. فانا لو حطيت له طبق صغير هياخد الضيق من الطبق الصغير ويوقعه على الارض لانه عايز يعمل كده. فانا هوفر يا خوفي من بس ما عنفوش ما عنفوش في الاول، انا اسيبه خالص. يعني برضو فكره انه سيب الطفل على حريته، لانه ده بيطلع حتى قدرات ابداعيه صح. عنده صح. ولازم يتحرك ويكتشف العالم من حواليه بالزبط. الالوان يعني في بيوت كتيره قوي منها تلاقي الاطفال بيلونوا على الحيطان، ودي حاجه بتنرفز جدا الاباء والامهات. انا هقول لهم حل بسيط، بيحطوا ورق جميل. أيوة انا عملتها عندي في البيت عندي أيوة مع بناتي الصغيره، يعني حطينا ورق صح. بدل ما يبوظوا لنا الحيطان يعني نغطي الورق، وكانه بقى ايه بيعملوا لوحات فنيه انا احتفظ بيها. فنحاول نعمل ده، نعمل معاهم ده. ودايما احنا عندنا حاجه حلوه قوي في مصر، ان احنا عندنا دايما بلكونه صغيره في كل بيت. حط ارميهم فيها. انا بناشد بقى الامهات احنا نستغل البلكونه الحلوه دي ونسيب البيت كده بعد ما يتنظف جميل، ونستغل البلكونه شويه اي حيطه عندنا نحط فعلا ورق زي ما قلت حضرتك قلت، وتبقى دي مساحه اللعب حتى لو صغيره قوي. فالولاد هتحس ان ده المكان المخصص ان انا ارسم فيه. فهنعمل قاعده في البيت، عايز ترسم على الحيطه هتخش ترسم جوه، هتيجي ترسم جوه في البيت هقول لك لا ما ينفعش.